يقال إن جذبة الحب تنطفئ سريعاً ولا تدوم، لكن الحب بين الأديب الروسي فلاديمير نابوكوف وزوجته ظل متقداً لأكثر من 50 عاماً. في حلقة اليوم من حكاية الأحبة نتعرف على حكاية الأديب الروسي فلاديمير نابوكوف وزوجته فيرا. هذه الحكاية التي خلدتها مجموعة من أجمل الرسائل في تاريخ أدب الرسائل. جاء لقاءهما الأول خلال حفل خيري في أوائل العشرينيات. نقص سويا خلال الحفل وأدهشت فيرا نابوكوف بأنها تحفظ جميع أشعاره. كان لقاء غامضا بعض الشيء، فقد ظلت ترتدي قناع الحفل التنكري ولم تسمح له برؤية وجهها. ورغم ذلك وقع الأديب الشاب في الحب. منذ تلك الليلة بدأت سلسلة من الرسائل المتوهجة بالمشاعر، ومن شهر أيار مايو 1923 تاريخ أول لقاء جمعهما في برلين عاصمة ألمانيا، إلى شهر يوليو تموز 1977 تاريخ وفاته في مدينة لوزان السويسرية، لم ينقطع فلاديمير نابوكوف 1899 إلى 1977 عن الكتابة إلى فيرا إلا قليلاً. درس فلاديمير في جامعة كامبريدج إنجلترا، وترك روسيا مع أسرته الأرستقراطية إلى برلين في أوائل العشرينيات، حيث تعرف على فيرا والتي كانت هاربة مع أسرتها الثرية من روسيا وتزوجها. اغتيل والده وعانت الأسرة من شظف العيش، واضطر نابوكوف للعمل مزارعاً في أحد الحقول بأجر يومي ومتسابقاً في سباق السيارات، ثم اضطر للهروب إلى باريس من النازية. ومع سقوط فرنسا أمام ألمانيا النازية انتقل مع زوجته إلى أمريكا وعمل في تعليم الفرنسية والروسية في كلية ويلسلي للبنات في بوسطن. فشلت مؤلفات نابوكوف قبل رواياته الأشهر لوليتا، وكان يضطر للاستدانة من أصدقائه ليؤمن عيشه. كانت فيرا تطبع وتصحح ما يكتبه، وأثناء عمله على رواية لوليتا أنقذت الرواية كلما حاول نابوكوف أن يحرقها. رفض 5 ناشرين أمريكيين لوليتا حتى طبعت أخيراً طبعة بالإنجليزية في فرنسا في خريف 1955، ولم يتوقع الكاتب أو الناشر نجاحها تجارياً، في حين خشيت فيرا العواقب واحتمال خسارة زوجها وظيفة قد لا يحصل على غيرها وهو في 56. لكن الرواية صنعت شهرة مؤلفها وطبعت في أمريكا بعد 3 أعوام. طوال سنوات الزواج ظل نابوكوف يتبادل الرسائل مع زوجته فيرا، بعضها رسائل طويلة وأخرى قصيرة. نشرت الرسائل في كتاب ترجم إلى العربية وضم 278 رسالة تمتد من عقد العشرينيات إلى السبعينيات، وتقتصر الرسائل المنشورة على رسائله إليها، فقد حرصت فيرا على إتلاف رسائلها، ربما أرادت الاحتفاظ بمشاعرها بعيداً عن العلن. يقول نابوكوف في إحدى رسائله: إني مستعد لمنحك دمي كله إذا اضطررت. يصعب علي تفسير ذلك، ويبدو الأمر سخيفاً مسطحاً، لكن تلك هي الحال. سأقول لك بحبي لأمكنني ملء 10 قرون بالضوء والأغاني والشجاعة، 10 قرون كاملة عجيبة وهوائية. حسناً، لم يملأ 10 قرون كاملة بالحب بالتأكيد، لكن نصف قرن كامل من الحب كان كافياً وأكثر.